اتحد الإسباني إخوان غويدو خطوة جديدة في مشواره التدريبي بتعيينه مدير فني لاتحاد العاصمة الجزائري خلفا لعبد الحق بن شيخة. وأعلن النادي الجزائري فجر يوم الثلاثاء تعيين غويدو مدربا جديدا للفريق المتتوج مؤخرا بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي المصري. ويخوض رحلة غويدو جديدة ليكتشف سادس دوري عربي في مشواره التدريبي الذي بدأه في عام 1998 مع فريق أندوا الإسباني، ثم قاد فيا ريال وريال بيتيس بجانب كلوب البلجيكي. وحاد غويدو تجربته العربية الأولى مع الأهلي المصري عام 2014 لبناء فريق جديد بعد نهاية الجيل الذهبي الذي فاز بكل دوري أبطال إفريقيا في ذلك المدة. وقد قاد غويدو الأهلي تحقيق كأس السوبر المصري على حساب الغريمي التقليدي الزمالك وركلات الترجيح، ثم فاز بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في التاريخ أمام أسوبر الجنوب الإفريقي. ورحل غويدو عن الأهلي قبل موسم 2014 و2015 وخاض تجربة قصيرة بعدها مع الاتفاق السعودي في فترة بين يونيو وتشرين 2016 وفبراير شعبات 2017، ورحل بسبب هذا. ونهاية هذا الفيديو، أتمنى يكون أعجبكم هذا الفيديو والضغط على زر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم جميع فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.